مرحبا بكم من جديد. إذا في قضيتنا بالنسبة لليلة، رجل يختفي بين ليلة وضحاها. صحيح اللي هو عنده في تجارة المخدرات، لكن عنده توا فوق 3 شهور والشرطة ما لقات له حتى بيست، لا في المخدرات ولا غير المخدرات. الشرطة تبحث، العائلة بتاعه تبحث، لكن مرته إيديت ماهيش تبحث ياسر. بعد استجواب إيديت باش يكتشفوا المحققين انها اذا ما كانتش مشاركه تقريبا جمله في البحث على راجلها. بداو يشكوا فيها، خاصه وانه الدوافع موجوده للقيام بجريمه. بربي بشويه، مش المراه هذه قالت لنا في البحث معاها انها مراه معنفه، انها ديما تتهان من زوجها قدام اصحابها، انه بدنها ديما بكل كدمات. وزيد توا كيف نتذكر يا اخي راي ما قررت تبلغ على اختفائه الا بعد 5 ايام من اللي اختفى. وكي سالنا العائله فهمنا اللي هو جاء بضغط من عائله لوران. فبداوا المحققين في استجواب الجيران اذا لاحظوا شي حاجه غريبه في علاقه الكوبل. وبالفعل واحد من جيران ايديت ولوران قال لي هو في العاده ديما يشوف مثلا صغار يلعبوا في جنينه، عندهم جنينه صغيره. كان قال توا عندي 3 شهور بالضبط، ايام قليله قبل ما تصير هالخوضه هذه ونسمع بحكايات الاختفاء، قال ما عادش نشوفهم يلعبوا في الجنينه. شبابك الدار كانوا ديما محلولين، كي الناس كل يحلوا دار يهويوها. من وقتها توا عندهم 3 شهور هما ديما مسكرين. ايديت كنا ساعات تعمل كويس قهوة وتخرج تترشف القهوة متاحة فهكا طرف الجنينة، من وقتها ما عادش تظهر. ولينا نشوفوها كانوا هي مخرجة صغارها للمدرسة ومروحة بصغارها من المدرسة، ما تحكي مع حد من الجيران. زعما فما حاجة في الجنينة ولا في الدار. قروا المحققين يدخلوا لدار لوران ايديت يفتشوها، وهزوا معاهم بعد ما استصدروا اذن بالتفتيش ماده اللومينول باش يثبتوا، لانه بداوا يشكوا انه فما حاجه صارت لوران في وسط داره. اول ما دخلوا للدار لاحظوا انه فما الساعه ريحه خايبه برشا. الريحه، سالوا ايديت على مصدر الريحه. قالت لهم انت مش البارح صغار خذوا خذيت لهم حكايات شريتهم لهم، يا اخي طلعوا فاسدين، لا يزي ريحتك الماكله الفاسده ولا يزي ليله كامله وهما يرجعوا. عاده ما نحكي لكمش اليوم سامحوني، الدار راهي ريحتها غفله. المحققين يفتشوا في دارها، والسيده قاعده فوق فرشه في بيتها تطوي في الحوايج، مريول هذا مع المريول الاخر. أول ما شفت المحققين بداوا يجبدوا في مادة اللومينول. تعرف عادة هي مادة اللومينول، وشكون ما يعرفش توا مادة اللومينول؟ شعب المحقق، وانت زادة تعرف عادة مادة اللومينول شعملوا بها. بدأت تبكي وتصيح، هي قلت لهم أنا السبب، أنا السبب في اللي صار الراجلي، أين السبب في اللي صار لوران. دخلت مباشرة في حالة من الانهيار، خلت المحققين ما يسألوش برشا أسئلة، فقط المحققين اللي كانوا حاضرين على عين المكان يقولها الجثة وين؟ الجثة وين؟ جديد قلت لهم وين؟ عند ربي؟ إيه راه عرفوها عند ربي وين؟ لا الجثة فوق في اللوفت، لوفت هذايا كل تقول انت السدة فوق في الدار تاع الدار. بالوقت المحققين باش يطوقوا ما اعتبر مسرح الجريمة، وتحول التحقيق من اختفاء لجريمة قتل. أول ما طلعوا المحققين للسدة صدموا ساعة بالمشهد اللي شافوه. إيديت بانية حيط ولا عرسة وسط السدة، هي وين الجثة يا مدام؟ الجثة مدفونة في العرسة. لوران
كلاه السيمان ودفنته بالواقفة. كيفاش صار اللي صار؟ لازم نرجع بكم الجمعة 4 أوت 2014. عائلة لوران وإيديت مشى وقتها في رحلة باش يبدلوا الجو، وخاصة للصغار، باش الصغار يبدلوا الجو. إيديت قالت أنه في تلك العطلة كانت أسعد أيام حياتها. رجعت تشوف الراجل اللي تحبه، لوران اللي تعرفت عليه أيام زمان قبل الإدمان. فرحت برشا، ولا عندها أمل أنه لوران باش يتبدل وباش يرجع كيما كان وحياتهم باش تتحسن. لكن أول ما رجعوا من العطلة، لوران خرج يسهر وروح مخر للدار، وبطبيعة رجع سكران. إيديت وقتها كانت راقدة، فجأة جاها لوران ومن شعرها هزها وكركرها، كركرها في الدروج حتى للطابق الأرضي، وهي مصدومة، هي مش عارفة حتى السبب علاش قاعدة تضرب، أما استنست. بعد هز لوران بندقية متاعو المقرون وبدأ يوجه لها في السب والشتم وهو مقمر فيها. لكن حسب ما قالت إيديت، هي تعبت وما عاش تحمل للصياح للضرب للإهانة، ذيك علاش قالت هو يسب ويضرب وهي واقفة فقط تتفرج فيه وساكتة. كيف ما عطتش حتى ردة فعل، زادت تغشش لوران أكثر، هذاك علاش باش يحط لها البندقية في وجهها، وحط يديه عالزناد. قالت يديت أنا خفت برشا، حبيت نفك له البندقية، لكن وقت اللي أنا نتفارع أنا وياه، أنا نجبد وهو يجبد، أنا نجبد وهو يجبد، دورنا البندقية وجات في راسه. قالت وقتها ما كانتش تعرف أنه مات. قالت أول ما سمعت صوت إطلاق النار هربت نجري، دخلت للحمام وتخبيت في الحمام وسكرت على روحي الباب وبقيت نستنى فيه باش يقوم ويجي يضربني. بقات إيديت مخبية في الحمام حتى طلع النهار. هنا سمعت أولادها فاقوا، ما فاقوش بالكرتوش، علاش ما نعرفش، أما هكا صار أو هكا قالت صار. خرجت من الحمام، سكرت باب الصالة وين فهمت أن رجلها أصبح جثة هامدة. لبست صغارها حوايجهم وصلتهم للمدرسة. كيف رجعت للدار بدأت تفكر شنو باش تعمل بالجثة. لفت جثة لوران في قطعة بلاستيك، خرجت البرة للجنينة وتأكدت أن الجيران ما فماش، وحفرت حفرة في الجنينة وحطت الجثة اللي في البلاستيك فيها وغمتها بالرمل. 3 جمعات من بعد كانت في الجنينة تترشف في كويس القهوة، وإذا بيها تشوف طرف من البلاستيك متاع الجثة قاعد يسلم عليها من بعيد. هذيك علاش قررت تبدل البلاصة، استنيت تفرغ المكان وما يشوفها حد من الجيران، وخرجت الجثة مل الجنينة وطلعتها للسدة متاع الدار وين محضرة عرسة سيمان بتون بناتها وحدها. لصقته في العرسة وبنات عليه. بعد هالاعترافات سيتم إلقاء القبض على إيديت طبعا، اللي عبرت على الظلم اللي تعرضت له من لوران. قالت أنه هو كان يعتدي عليها، وبدأت تحكي في حكايات مرعبة على اللي كانت تعيش فيه بسبب متاعه، وقالت أنها هي ما كانت إلا الدافع على روحها. بالأمارة قتلهم نهار لوران سخن السكينة، وبالسكينة اكتب آل في صدري وفي أسفل الظهر، ولا في المؤخرة الحقيقة، عمل لها آل بالسكينة. علاش؟ ما هو لوران آل. قال لها هذا باش نمنعك أنك تكون مع أي راجل آخر غيري، يعني تبعتك. ثم أو تم عرض إيديت على طبيب باش يتأكدوا من كلامها، والحق الحق الفحوصات اللي عملها لها الطبيب أكدت أنه إيديت نجم تكون تكذب،
لأنه أثار الحروق أولاً ماهيش بالسكينة، وأكد أنه البلايس اللي قالت عليهم ينجم الواحد يعملهم الروح فيهم، ها؟ مش بلاصة كتقول أنت هكا عملك فيها بلاصة لي ما ينجم يكون كان شخص آخر هو اللي استعمل السكينة وعملها، ربما تكون متعمد أنها تكتب هي حرف آل وتجرح روحها باش تقوي السيناريو متاحها. هنا كان لازم على المحققين يثبتوا هل الجريمة كانت فعلا دفاع عن النفس وإلا قتل عمد. ماني قلت لكم قدام المرة راهو يفرق، راهو مش أي موت هو موت، مش أي جريمة قتل هو قتل عمد. رد بالك، نجم يكون حادث، نجم يكون قتل غير عمد، وبالتالي هذا يفرق به الأحكام. إذا كان اعتبر دفاع عن النفس هدر فارغة يكون الحكم. بعد عام بالضبط من إلقاء القبض على إيديت صدر أمر بإعادة تجسيد الجريمة، لأنه يعني بالنسبة للمحقين ربما فما شكون عاونها في الجريمة. استغربوا كيفاش هالمرأة وحدها نجمة تهز جثة، وراي جثة ليزي مقتول وعنده ويمات ومدفون وكذيرة وميزان، ولا تهز جثة لورو تدفنها في مرحلة أولى في الجنينة، ومن بعد تهزها وتطلعها في الدروج وتطلع بها للسدة وتلصقها في العرس وتبني عليها عرس، كيفية؟ لكن إدي صدمت المحقين في إعادة التجسيد متاع الأحداث، عملتها وحدها ونجمت تعمل هذا الكل وحدها. ظهرت أنها هي تظهر أنها سيدة هادية رقيقة حساسة، ولكن نجمت تدفن رجلها ومن بعد تجبد الجثة اللي بدأت تتحلل وطلعتها لفوق وبنيت العرسة ولا الحيط، عطوها دمية بنفس الوزن تقريبا متاع جثة رجلها، ونجحت بالفعل أنها توري المحقين أنها قادرة وحدها تعمل ذاك الكل. ايه عملت وحدها. السؤال مطروح يبقى، إذا بالفعل ما كانتش فما جريمة قتل وكان حادث كما هي قالت، كان تدافع وكانت تدافع على روحها تجبد وهو يجبد، في مشادة بينه وبين رجلها خرجت الرصاص، باه علاش يا إيديت ما بلغتش؟ علاش ما قلتش مباشرة أنك دفعت على روحك وأنه كان عنيف معاك؟ علاش دفنت الجثة في الجنينة وبعد عملت اللي عملته؟ حاجة أخرى خليت سيناريو إيديت مشكوك فيه، أنه في التحقيق بنتها قالت أنه هي كيف جات خارج الصباح للمدرسة، اسمع مليح، باست بوها من جبينه، زعما باست جثة متاع بوها ما شفتوش هو مضروب بالكرتوش ميت، وإلا في الحقيقة لوران ما تقتلش كما قالت وقتها، وإنما إيديت تكذب، وإيديت قتلته بعد ما وصلت بنتها للمدرسة ورجعت قتلت رجلها، وبالتالي ما كانش ذلك دفاعا عن النفس. على كل حال، منا ومنا حجج، منا وحجج منا. نهار 19 مارس 2018 احنا توا أكثر من 3 سنوات بعد الحادثة أو الجريمة بدأت جلسات محاكمة إيديت، الجلسات الناس الكل كانوا يستناو فيها، الناس المهتمين بتفاصيل القضية والكثيرين من اللي سمعوا شنو اللي قالته المتهمة اعتبروا أنه إيديت ضحية، هي فقط دفعت على روحها من راجل معيش أكثر من 10 سنين في العذاب النفسي والجسدي. في المحكمة حكيت إيديت على تفاصيل حياتها مع لوران، حكيت كيفاش تعنف يوميا وتضرب لسبب ومن غير سبب، كان قادر أنه يعطيها تريحة حتى لأنها ما حطتش الكبسولة متاع القهوة في ماكينة القهوة، باش كي هو السيد ينزل على الفلسة تهبط له القهوة. أصحابها وزملائها شهدوا في الخدمة زادة كيفاش ديما يلاحظوا الكدمات في بلايس مختلفة من بدنها. أحكيت زيد على تفاصيل خليت كل الحضور في الجلسة يتعاطفوا معها، أحكيت كيفاش مثلاً وهي صغيرة وقتها مشيت مع أبوها وأمها للبحر، قالت دخلت ندوش في الحمامات العمومية، أدواش عمومية في البحر،
فجأة دخل عليها راجل واغتصبها. وقتها عمرها 12 سنة. الحاجة هذه قالت ما حكيتها لحد، حتى أمها وبوها اللي هزوها البحر نهرتها في بالهمش، وبقى الموضوع سر مخبيته في صدرها وما حكيت عليه كان لوران. يا أخي قالت مرة تعاركت هي وياه عركة كبيرة، من بعد دخلت الدوش. يا أخي دخل الدوش واغتصبها فقط باش يعيشها نفس الألم ويفكرها في اللي عاشته أثناء عملية الاغتصاب وهي عمرها 12 سنة. بعد ما سمع القاضي كل تفاصيل حياة إيديت مع لوران والقسوة اللي كانت تعيش فيها، كانت القضية أصبحت على أساس الحقيقة دفاع عن النفس، وتم الحكم على إيديت بثلاث سنوات سجن فقط، وهي أصلاً وقتها معديتهم في الإيقاف، وبالتالي خرجت في نفس نهار الحكم. إيديت كانت فرحانة برشا أنها أخيراً باش تقابل صغارها، حتى الأشخاص اللي كانت تخدم معاهم كانوا قابلين باش ترجع تخدم، ورجعت لحياتها الطبيعية. لكن في نفس الوقت عائلة لوران ما عجبهمش قرار المحكمة، واعتبروا أنه فما ظلم لوران وأنه السيدة هذه كذابة من الدرجة الأولى. ربما كانت تتعرض للعنف ولكنها بالغت في تلك الصورة باش تبرر جريمة القتل. في مايو 2019 تم قبول مطلب الاستئناف اللي قدمته عائلة لوران، وبدأت محاكمة من أول وجديد مع لجنة قضائية جديدة وقاضي جديد. الجلسات داموا 5 أيام، وهنا القاضي استعمل أسلوب آخر مع إيديت بالأسئلة، وظهرت له أنه كلامها فيه نوع من التناقض، تنسى وتعاود في أحداث طريقة مختلفة، مرات تبقى ساكتة ما تجاوبش. حاجة كما هكا ما كانتش في مصلحتها. ونهار 17 مايو 2019 صدر حكم جديد ضد إيديت، حكم عليها ب10 سنوات سجن، المرة هذه بتهمة القتل العمد. بالنسبة للنيابة العمومية سيناريو الرصاصة اللي خرجت من البندقية وهما يتعاركوا ما يتصدقش، نجم تكون قتلته وقت اللي وصلت صغارها للمدرسة ورجعت للدار وهو كان رقت. بالتالي حكم عليها 10 سنين سجن، ولكن في كل الأحوال قضية إيديت من اللي صارت في فرنسا غيرت فكرة الدفاع عن النفس، وبعدها بتصير قضايا أخرى باش يولي في موضوع النساء المعنفات يؤخذ بعين الاعتبار في الحكم وضعية المرأة المعنفة. معناها ما يتمش الحكم على امرأة لم يثبت أنها معنفة ومثلا قتلت رجلها، كما امرأة ثبت أنها معنفة وقتلت رجلها يتم أخذ ذلك بعين الاعتبار ويعتبر نوع من الدفاع عن النفس. نستنى تعليقكم إذن على هذه القضية الجديدة والمثيرة، ونمشي ناخو جملة من التعليق اللي جاونا على قضية مثيرة أخرى. بندر مغدور جدة اللي علقته على اللي صار فيه من غدر من قبل أقرب الناس لي في أشهر القضايا العربية، ناخو التعليق اللي جينا من عند بلو أو هكا كتب ولا كتبت. المختصر المفيد اللي خرجت به من معظم حكاياتك ومن تجربتي الشخصية زاد سي حمزة أنه الواحد يلزمه يخالط وإلا يتزوج كان إنسان من مستواه، باش ما يخليش روحه عرضة للغيرة والحقد الاجتماعي والاستغلال المادي والمعنوي ولا حتى للقتل كما في قصة اليوم. للأسف العطف الزايد عن حده والطيبة وعطيان الثقة للناس اللي دايرة بينا أكبر غلطة ينجم يعملها الإنسان في حق روحه. شكراً على هذا التعليق. حنان تقول الحاجة اللي توجع القلب أنه لآخر لحظة هو يقول له راني خوك، هذا علاش لازم الإنسان يعرف يختار العبيد الدايرة به، وكما يقولها قولوها الوحش ولا لا ذا. ربي يبارك لك سي حمزة، القضايا فيها برشا عبر. هذه إذن فعلا العبر الموجودة خاصة في مثل
القضية هذه اللي عرضناها متاع مغدور جدة. شكرا لكم جميعا على تعليقكم، شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام. نستنى تعليق أخرى، ومن ليلي نلقاكم وقلكم دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.